السلام عليكم خوتي، صباح الخير، نهاركم زين ان شاء الله. ان شاء الله كامرك بخير، صحه جيده، انا والله صافي الحمد لله. خوتي عيدكم مبارك، نعد علينا وعليكم بالصحه والهنا ان شاء الله. كل اقارب شيء واصدقائي، كل متابعيني فيسبوك انستغرام يوتيوب تيك توك، نقول لكم صحه عيدكم وعيد مبارك جميع الامه الاسلاميه. ان شاء الله خوتي شعقبوا عيد بيان، لقيتوني عندهم فضيت شي الخدمه انا مروح. ان شاء الله ندير لكم اليوم فيديو على اليوم الاول كيف نفوج فوت العيد، والحمد لله حدونا فضيت الخدمه الحمد لله يا ربي. واحد يروح يروح للدار سمنا اليوم راحت لي صالح فاجتني الله غالب، كنت نخدم ان شاء الله ذبيحه ما زالش ان شاء الله نلحق. هكذا خوتي ان شاء الله الفيديو الى عجبكم مرحبا بالجميع في قناتي. وي خوتي عاد نصلت للدار مع الضحيه، كمشي مبروك عيدكم كامل كامل خوتي، نعد علينا وعليكم بالصحه والهنا. اللي غلطت معاه طلب منه السماح، اللي غلطت معاه راه مسامح. ندخل للدار وعاد نكمل لكم. الحمد لله يا ربي خوتي، غاتشوفوا فضينا ذبيحه، واحد يروح للدار يرتاح يدوش يتغدى. هذا عاد له شيخ الله يهبط، هذا هو الكرتي. فضيت دوش نرجع شويه، بعد هذا واحد يروح ليش غدا. كيف نتوما كبتيو العيد بيان؟ انا والله الحمد لله يا ربي نعمه، شو ما درتش والو، حكمت برك وسلخت شويه ورا دير كل شيء وافض بح وسلخ الكبش كامل. ربي يحفظه، ربي يحفظ لكم والديكم ان شاء الله. وانا والله ما نكذبش عليك نشتي في العيد نروح للجامع، من الدار كذا كبير من زيد تريح في الجامع تصلي وزرك عازيت تسمع الخطبه. لا غالب خدمش عيد لي فاتي، خدمت العيد هذا، خدمت عيد الفطر، خدمت عيد الاضحى، خدمت صح. الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله لي شخصي ورضا واش خدم. داك نهضر لك نخدم اجون سيكوريتي، خدمت لمده 4 شهور برك، الشهر هذا تاع جويليه الاخر ومفض. ربي رزقنا ما خير ان شاء الله بخدمه ما خير. كما قلت لكم انا عندي تكنيسيا سوبيريور في الجياره، شتغني سامي في تسهيل الموارد البشريه، ان شاء الله نقوا خدمه مليحه في البور ولا سوناطراك. ديما نهضرها المناصب الشغل كاين في الشركه، اش كيعملوا شو ما يدخلوش، يخليو غير تاع المعارف من الاخر خلاص، شكون عندك معرفه باش يدخلو. بصح الحمد لله ان شاء الله يجي نهار ويرزقنا ان شاء الله ربي الخدمه اللي نتمناوها ان شاء الله والحوايج اللي نتمناوها. الحمد لله على كل حال. حاجه خلاف خوتي، رساله ليكم كامل اصدقائي اللي عايشين في الغربه حراقه، نتمنى لكم ان شاء الله العام الجاي تعيدوا مع والديكم، ديروا الكبار الصبر وبرك وحكموا في طريق الله وان شاء الله ديروا الوراق كامل كامل. تحيه ليكم، ربي يحفظكم، ربي يعطيكم ما تتمنى. اغلبهم يتبعوا فيا ويبعثوا لديما لي ميساج، والله نتمنى لكم ان شاء الله العام الجاي تفوتوه مع والديكم. على بالي واش تحسوا، والله العيد بعيد على الوالدين صعيب، ربي يقدركم. تحيه زاد الله فامي جاي، كل واحد قاعد يشوف شوف هذا الفيديو يسكن في فرنسا ولا الطليان ولا اسبانيا في الغربه، نقول لك عيدك مبارك وان شاء الله العام الجاي تعيد مع والديك مع الاحباء ان شاء الله يا ربي. دوك شويه نرجع بعد طيب الغداء نتغدى بعد نقيل بعد هذا العشيه نهبط هكذا خوتي، ربي يفرج على الجميع ان شاء الله. كملوا مع الفيديو ان شاء الله. وي خوتي قاشين عندهم فضيت الغداء، ساعة غداكم الحمد لله يا ربي. درك واحد يروح ينعس شوية يقيل والعشية عدا يهبط. الله نعيج اسم البارح خدمت ليلة كاملة، انا خدمة تاعنا كيف انا خدمو، دخلت بالجمعة 8 تاع الصباح نخرج بالسبت 8 تاع الصباح، نخدمو 24 ساعة ونرتاحو 3 ايام. سما نخدم بالجمعة للسبت الصباح، من بعد ندي السبت حد اثنين ثلاثة نخدم. ربي يعاون الجامع، ربي يفرج علينا ان شاء الله، ربي يحفظنا ووالدينا.
وشي صح انا ممكن ربي يقبل سلاش كيف عشان عدو انا نوتش صليت المغرب درك نبدل ونهبط نهبط ندور شويه تلاقيت غير شي على الكرشي مازالو صحابي ما تلاقيتش همشي وزاد شكرا خاص لكل اصدقائي تاع الكرتشي وصحاب خويا ياسر والله كل ما نخدم في الليل هما اللي يجيبوا لي الفطور مع خويا ربي يحفظهم ربي يعطيهم ما تمنى وان شاء الله كامل ويعرفوا روحهم بالواحد شكرا خوتي ربي يحفظك انا ما نكملوا معايا ديك نخرج ندير فيها جوله شويه برا نتلاقى صحابي كما قلت لكم بعد نرجع للدار نتعشى وننعس هكذا خوتي ان شاء الله فيها خير ومبروك لكم مره اخرى. على بالي اليوم الاول كامل عياني خرجوا كل الليل الليل واش راه تذكرون تلاقوا الاحباب بعد هذا وعد يا ربوح خوتي غاشيني نروح للدار راني تعب خلا عييت ان شاء الله الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم لا تجبو الفيديو خلينا اعجاب وتعليق واللي ما لا بارطاجي مع اصدقائي قولكم ان شاء الله في روحكم متقانه في فيديو خلاف مبروك عيدكم مره خلاف السلام عليكم.